صدر قرار المرقم 151 لسنة 2022 من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد المطالعة اللي عرضها السيد وزير الداخلية المحترم بخصوص أيضا الطلب على تخفيض المبالغ الخاصة بتسجيل المركبات اللي طبعا اللي صدرت بقرار مجلس الوزراء 237 سنة 2016. اليوم صدر القرار وخصص يعني مبلغ 50,000 دينار للدراجات النارية ذات العجلتين و 150,000 دينار للدراجات النارية ذات 3 عجلات يعني اللي هي يعني المصطلح الآن نقول عليه تكفك والستوتة. وفعلا طبعا احنا يعني باشرت مديريتنا في هذا الإجراء على ضوء هذا القرار، ويعني راح يكون الأمر سهل أمام مالكي هذه الدراجات، وبعد أن تم تخفيض إلى هذا المبالغ حقيقة يسيرة وسهلة وحتى يقع ضمن الدائرة القانونية ويجري مثل المحاسبة القانونية، فبإمكانه أن يروح يراجع التسجيل. وإحنا خصصنا يعني شعبة خاصة للدراجات منتسبين كادر كامل. أكو أجور لاحقة، نعم أجور لاحقة فيما يتعلق يعني مثلا ينضاف لها بالنسبة للـ50,000 راح تنضاف لها 99 تقريبا 100,000 تنضاف لها، وهي التأخيرية 15,000، 25 تسجيل سنوية، 15 تسجيل، 15 بطاقة، 15 في لوحة، 2000 فحص حكومي، 2000 تثبيت، يطلع 99 يعني ويا 50 يصير 100. السابق كان 245 ألف كان في السابق، هسه 150,000 تسجيلها بالكامل. وأيضا بالنسبة لهذه العجلتين والثلاث عجلات 150 ينضاف لها أيضا 144 تقريبا يصير 300 اللي هي كان سابقا أكثر يعني أقل تقريبا 500,000. هسه صار بها فرق كبير، بإمكان المواطن يعني يتوجه إلى مكاتب التسجيل، ومثل ما ذكرت قبل قليل هناك شعبة خاصة لتسجيل دراجات، وراح يشاهدون يعني الأخوة مالكي هذا اللي راح يستنى استقبال، وإن شاء الله معاملاتهم تنجز بوفق السياقات القانونية بأسرع وقت ممكن.